برج الجوزاء من 21 مايو ل 21 يونيو. الحمد لله هو أحواله كويسة. من 2012 حصلت له نقلة نوعية في شغله، بس يعني ميله للمثالية الزايدة عن اللزوم بيخليه عايز يوصل لدرجة من الكمال على المستوى الإنساني والعلاقات الإنسانية من خلال الشغل ومع زمايله وعلاقات العمل. على المستوى العملي هو في نقلة في حياته، أثبت كفاءته وأثبت قدراته خاصة السنة اللي فاتت، وأثبت أنه قد المسؤولية، لكن للأسف هو مش حاسس بطعم ده ولسه معرفش هو وصل لإيه. لما الأمور هتهدى في النص التاني من السنة هبتدي يعرف هو عمل إيه وملحقش يفرح بيه أو مداش نفسه الفرصة دي. بعد 14 يوليو من 2014 يعني إلى حد ما اللي حواليه هيقدروا يفهموا طريقة تفكيره، هيتجاوبوا معاه لمدة سنة كاملة. لو عايز توسع دايرة علاقاتك أو ترتبط بشكل رسمي هتقدر تعمل ده. هدفك لو كان السفر هتقدر تعمله. كل الضغوط هتتلاشى كل ما سنة 2014 بتوصل وبتقرب من آخرها. السنة دي هيبقى عندك اهتمام خاص بأحد الوالدين. مادياً حظك كويس، والسنة الجاية كمان هيبقى حظك كويس مادياً. عندك فرصة هايلة لو بتشتغل في حاجة بتحبها أو بتشتغل في موهبة أو هواية إنها تنجح وإنك تبقى بارز وتعمل اسم كبير في وقت قصير. أي حاجة تتعلق بمجال الأطفال أو الرياضة أو الدراسات النفسية أو الفلسفية هيبقى حظك فيها كويس قوي. لو تحب كمان تعمل قرض كبير وتسدده على فترات طويلة هيبقى مناسب ليك، وهتستفيد منه كبداية لمشروع هيبقى مربح على المدى الطويل خاصة في النص التاني من السنة. في شهر يناير تركيزك هيبقى على الفلوس، هيجيلك فلوس كتير الشهر ده، لكن في المقابل هتصرف أكتر. خلي بالك من ده علشان الشهر الجاي فلوس مش هتبقى كتير زي شهر يناير، لأنه في فبراير على قد ما فرص السفر هتبقى مفتوحة سواء للشغل أو للدراسة أو حتى للسياحة، الدخل المادي إلى حد ما هيكون مظبوط بالظبط لو ما قلش شوية. عندك ميل لدراسة لغات وتقدر تستغل الفرصة دي وهتنجح برضو فيها. في فرصة للعمل في الخارج أو مع شركات أجنبية. المقربين منك هيشتكوا شوية من تقصيرك في حقهم الشهر ده، حاول انك تتواصل معهم بقدر الامكان عشان يتفهموا ظروفك. شهر مارس هتهتم فيه بشكلك، هتهتم بمظهرك، مش هيفرق كتير في حالتك النفسية يمكن، ولكن هيبقى نوع من التغيير اللي انت هتبقى محتاج له. ثقتك بنفسك وتعاملاتك مع المحيطين بيك وخاصة في العمل هتبقى مختلفة. استعد لأي مفاجآت خاصة لو مفاجآت تتعلق بسفر أو باجتماع، يمكن عشان كده من المفضل أنك تكون دايما مهتم بشكلك ومظهرك. بوادر الاستقرار العاطفي بالنسبة لك هتبدأ بعد أول أسبوع من الشهر. شهر ممكن ينبئ بحمل للمتزوجين، وللرجل بلاش يبقى حساس بزيادة ويضايق حبيبته أو زوجته أو أولاده. الكسوف يوم 29 مش هيأثر عليك بشكل مباشر. بالنسبة لشهر مايو، شهر تخلي بالك فيه وانت بتتعامل مع الرؤساء وانت بتتعامل مع الأكبر منك في السن، مع ناس ليهم مكانة كبيرة أو نفوذ. اظهر احترامك، بلاش تجاوز في الكلام أو في ردود الأفعال خاصة قبل يوم 21 من الشهر، لغاية على الأقل ما الشمس تدخل برجك وتبقى في زاوية مناسبة بالنسبة لك. الشهر ده شهر يونيو، الشهر السادس من السنة، الشمس بتبقى في برجك، جاذبيتك بتبقى زايدة جدا. الشهر الجاي كمان هتبقى جاذبيتك زايدة لأنه فينوس اوريدي موجود في وضع مناسب جدا ليك، هتلفت النظر ليك.
تراجع المريخ ممكن يؤثر شوية على أفكارك وعلى وضوح رؤيتك على قراراتك، هيبقى في شك إذا كانت في محلها أو لا، خلي بالك من ده. في قمر كامل في برج القوس يوم 15، القمر ده بيوعد بلقاء مميز جدا بشخص مميز جدا جدا في مواصفات فتى أو فتاة الأحلام. يوليو بالنسبة لك هيكون يمكن أفضل شهر مادي في السنة، ممكن تبدأ فيه أي مشروع أو استثمار وانت متأكد ومطمن أنه هينجح. أي دراسة أو كورسات أو أي درجة علمية عايز تاخدها أو تحصل عليها، الفرص متاحة ومفتوحة. وتركيزك كمان على الحياة العاطفية هيبتدي يزيد الشهر ده ويشوف الفرص اللي قدام. أغسطس التركيز هيبقى على البيت والأسرة وبرضو العاطفة، الحاجات دي كلها انت ما اديتهاش حقها الشهور اللي فاتت، هتعوض ده الشهر ده. نظم مواعيدك وتأكد منها علشان اللخبطة. سبتمبر شهر هيتميز بالعقل والمنطق والتفكير العملي والقرارات السريعة من غير تردد ومن غير حيرة. إيقاع الشهر إلى حد ما هيبقى بطيء ولكن هتستفيد منه، يعني مع بداية الأسبوع الأخير يمكن الإيقاع البطيء دوت يبتدي يتغير. شهر أكتوبر الخسوف مش هيأثر عليك بشكل مباشر، لكن العلاقات اللي هتبدأها من يوم 7 فيما بعد مش هتكون مستمرة في حياتك لوقت كبير، يعني اعمل حسابك على ده، بلا سفر لو مش ضروري في الفترة دي. الكسوف يوم 23 هيأثر على بيتك السادس لكن مش بشكل شخصي، هتهتم بس بأحداث بتحصل تخص أحد المقربين أو تخص أشخاص آخرين من دائرة علاقاتك. نوفمبر بشكل عام ظروفه أفضل بالنسبة لك، أحوالك هتتحسن كتير خاصة عمليا وصحيا وعاطفيا. ديسمبر هتختم السنة أفضل من بدايتها، بدايتها برضو كانت كويسة لكن الختام هيبقى مسك إن شاء الله. هتبقى أحسن لو رجعت السنة كلها، تلاقي نفسك أنجزت حققت كتير قوي، حققت حاجات كتير قوي ما كنتش مخطط لها لكن الحظ والظروف ساعدوك فيها. افرح بإنجازاتك وافرح باللي وصلت له وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة عليك. كل سنة وانت طيب.